قتل شاب برصاص عصابة مسلحة وسط أحد شوارع العاصمة صنعاء بعد نهب ما بحوزته من أموال في ظل فوضى أمنية مستمرة. فيما ميليشيات الحوثي تختطف 3 من مهندسي شركة صافر وتداهم الجامعة اللبنانية بحجة الاختلاط. كما عاودت ميليشيات الحوثي محاكمة 24 من أفراد الطائفة البهائية بعد تهجير 7 من قياداتهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. وفي سياق آخر، فرضت ميليشيات الحوثي جبايات جديدة على الصناعات الحرفية وضرائب مضاعفة على المطاعم السياحية. كما قامت الميليشيات بنهب أكثر من 4 مليارات ريال من أموال الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بعد السطو عليها إلى محافظة تعز، حيث ارتكبت ميليشيات الحوثي مجزرة مروعة بقتل وإصابة نحو 30 مواطنا في قرى منطقة الحيمة شمالي المحافظة، واختطفت 45 مدنيا بينهم أطفال، بينما قامت بتفجير 20 منزلا بعد اجتياح المنطقة. كما قتل مدنيان 2 وأصيب 5 آخرون بينهم نساء وأطفال برصاص ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة. إلى الحديدة، حيث أصيبت طفلة برصاص ميليشيات الحوثي في مديرية حيس جنوب المحافظة. وفي ذمار، نفذت ميليشيات الحوثي حملة مسلحة ضد أهالي قرية المشاخرة في مديرية الحدا، وشنت قصفا بالأسلحة الثقيلة على القرية ما أدى لمقتل وإصابة 8 مواطنين، كما اختطفت 20 آخرين. في سياق متصل، اختطفت الميليشيات الحوثية مواطنا من وسط المدينة على خلفية انتقاده صور السليماني إلى محافظة إب، حيث أقدم طقم حوثي على دهس طفلا وسط المدينة قبل أن يلوذ بالفرار، فيما نافذون حوثيون يعتدون على أرضية في حرم جامعة إب.